لو انا عندي ابليكيشن ونقلته من مكان لمكان، او الداتا سورس بتاعته اختلفت، اتنقلت من مكان لمكان، سواء من تيننت لتيننت تانية، سواء الداتا سورس نفسها اتغيرت مكانها وعايز اكونكت عليها، هلاقي عندي ان الكونكشن لو الداتا سورس اتغيرت الكونكشن عندي هيبقى فيلد. يعني لو جيت هنا عملت ريفريش للكونكشن ده، هو باصص هنا في الحالة بتاعتي دي، باصص على تيننت تانية بليستة تانية خالص، فالكونكشن عندي هيبقى فيلد. مثلا لو انا جيت عملت الكونكشن، يعني دي مثلا هلاقيها بتاخد البيزنس كارد ليست، المفروض انا اعمل ايه؟ المفروض انا اعمل ريموف للكونكشن ده واضيفه. طيب في الحالة لو انا مثلا الديسبلاي نيم ده هغيره، هخليه مثلا employee position، الكالر بتاعه مثلا. التغييرات او الكاستمايزيشن اللي انا بكون عاملها على الفورم مش عايزها تضيع. علشان اعمل الكلام ده هاجي هنا هعمل ريموف للكونكشن ده، ملهوش احتياج عندي، هبتدي اعمل كونكشن جديد على يبص على الداتا سورس بتاعتي اللي انا عايزها، وليكن مثلا ادي الشير بوينت السايت بتاعي. هسأل الليسته المره دي هي البيزنس كارد، هعمل كونكت. المفروض هنا الشير بوينت ليست بتاعتي لو جيت وقفت عليها وفي الداتا سورس، لو جيت اديتها البيزنس ليست بتاعتي دي، الكيس ان هي ادي اسمها مختلف، عملت كده بيقول لي ريبليس الداتا كاردز لو انت عايز تريبليسها ولا لا. طيب لو انت عملت ريبليس هيضيع لك كل الكاستمايزيشن بتاعك. يعني لو عملنا ريبليس منت كده، اي كاستمايزيشن اي فورمات عامله في الفورم بتاعتك هيضيع، وهيتم عمل ريبليسمنت بالحاجات الجديدة. طيب علشان اتلاشى حاجة زي كده عندي حلين. لو انا عندي الليستة بتاعتي مختلفة، اما احط الليست بتاعتي نفس النيم ونفس الفيلدز بالتايبس وكل حاجة، فهاجي هنا انا عندي مثلا الليستة دي اللي هي البيزنس كارد ليست نفس الليستة اللي هناك، لو جيت هنا عملت كونكشن عليها دي الشير بوينت، وهوريكم لو الليستة مختلفة اقدر اعمل ازاي علشان اتلاشى الاخطاء دي. ادي الليستة بتاعتي وهعمل كونكت عليها، عملت كونكت، هاجي هنا هخليها تبص على الشير بوينت ليست بتاعتي، هيقول لي ريبليسمنت، هقول له دلوقتي وانا مطمنه نو ثانكس، فمش هيديني زي ما احنا شايفين اي ايرورز قدامي، لاني هي نفس اسم الشير بوينت ليست القديمه، نفس الداتا سورس، نفس اسم الداتا سورس بتاعتي، نفس الكولومز اللي فيها، ما فيهاش اي مشكله. طيب ده كده لو انا مش عايز اي ايرور ومش عايز اتعب ان انا اعمل تاني الايرورز واحافظ على الكاستمايزيشن والفورمات اللي انا عملته في الفورمة بتاعتي، لازم اخلي اسم الداتا سورس هو تيبيكال والداتا اللي جواه نفس النيمز ونفس الفاليوز ونفس كل حاجة زي القديم. طيب لو ما انا ما عنديش الامكانية دي وعندي شير بوينت ليست تانية عايز اكونكت الفورمة اللي قدامي دي عليها، لكن ما اغيرش برضو الفورمات اللي انا عامله لو انا عامل ديزاين في الكولومز والحاجات دي، طيب هاجي هنا همسح الاول الشير بوينت الكونكشن ده وهكونكت عندي على الليستة تانية اسمها بيزنس كارد، اسمها مختلفة عن الليستة الاولانية. هنشوف احنا ممكن نعمل ايه. ادي هنا في اديته سورس بتاعتي، اديتها البيزنس كارد، بس زي ما احنا شايفين مديني ايرورز عندي علشان بتبص على لستة تانية. هاخد كده الاسم بتاع اللستة ده وهعمل سيرش عليه وبالريبليسمنت كده، وهديله ريبليسمنت بالشير بوينت بتاعتي الجديدة وهعمل ريبليس. اول ما هعمل ريبليس خلاص الايرورز بتاعتي راحت برضو بكليكاية واحدة بدون اي شيء. طيب لو
لو بعمل مابينج ما بين فيلدز مختلفة، يعني الفيلد هنا في الشير بوينت ليست ده مختلف اسمه عن الشير بوينت ليست اللي قدامي اللي موجودة في الفورمة اللي كانت قديم. تعالوا نكونكت مثلا وليكن على ليست اسمها البروجيكتس موجودة على التيننت اللي عندي دي، عيلوا نضيفها. هي مختلفة تماما، بس علشان اوريكم ازاي نعمل الريبليسمنت للحاجات دي، ونبقى كده غطينا كل الامكانيات اللي احنا نقدر نعملها، سواء الليست نفسها واحدة سواء مختلفة، سواء الفيلدز واحدة سواء الفيلدز مختلفة. هاجي هنا هدور على الليست بتاعتي، طبعا هيقول لي replacement، لا انا مش عايزة replacement عشان ما فقدش الفورماتنج بتاعي، هقول له no thanks. فطبعا هيديني الايرورز عندي، ده ما ادانيش ايرور عشان الشير بوينت فيها التايتل مثلا، ده انا عايزاه يبص، مش هيبص على التايتل، هيبص مثلا على البروجكت نيم. هاجي كده اغير العمود بتاعي وهغير، فهتأكد بس ان الاسم صحيح. هاجي هنا في الشير بوينت ليست اللي عندي في الليست سيتنج، هشوف البروجكت نيم ده اسمه ايه. ادي البروجكت نيم، لو اضغط عليه كده هيفتح لي فوق اسمه هنا من غير مسافات، فهاخده كده. والكولوم نيم بتاعي ادي البروجكت نيم ونيم، هلاقي الداتا سورس لسه بص على القديم. لو نفس الحكاية انا هغيرها وعايزة مثلا مابينج بالجديد، هشيل ده وهخليها البروجكت بتاعتي. فكده انا لما غيرت هنا الديسبلاي نيم اللي قدامي جبته من البروجكت نيم، بس انا عاملة كاستم ديسبلاي نيم بايدي، يعني عاملة التكست هنا، بس لو جيت هنا عملت له البيرنت دوت، هقول له هنا البيرنت دوت الديسبلاي نيم. لو جيت قلت له البيرنت دوت الديسبلاي نيم هيجيب لي اسم البروجكت بالاسم، هيجيب لي اسم الكولوم بتاعي اللي موجود في الشير بوينت ليست الجديدة بنفس الفورماتنج، وما خسرتش الفورماتنج. ده لو انت بقى عامل فورمات كتير وكاستمايزيشن في الفورم بتاعتك، فدي حل مناسب. لو انت عايز كمان تاخد نفس الفورمة وتخلي الداتا سورس بصة على حاجة تانية، يبقى علشان كده نغير الداتا سورس بتاعتنا بريموف الكونكشنز اللي ملهاش لازمة وابتدي اضيف الكونكشن. لو نفس الداتا سورس بنفس الاسم بنفس الفيلد نيم جوه، مش هيحصل عندي اي مشاكل ومش هعمل ريبليسمنت للكاردز اللي عندي. لو الشير بوينت مختلفة هعمل، لكن الاسامي بتاع الفيلدز اللي جوه واحدة، هعمل مجرد ريبليسمنت لاسم الشير بوينت ليست بتاعتي او اسم الداتا سورس عندي. طيب لو الكل مختلف، الشير بوينت ليست نيم والديسبلاي نيم مختلف، هبتدي امسك واحد واحد وامابه على الكاردز الجديده وعلى الشير بوينت ليست او الداتا سورس بتاعتي الجديده.